أخبار اليوم. أنا نازلة علشان مصر، لأن أنا شفت فيها كل الخير، ونفسي الأجيال اللي جاية تشوف الخير اللي أنا شفته. يا مصر وعلي الصوت، عمر فنك ما هيموت. غني يا مصر وعلي الصوت، عمر ثقافتك ما هتموت. وأمام وزارة الثقافة كان الهتاف الأقوى: ارحل ارحل. وبعد المهلة المحددة خرجت جحافل الشعب المصري كلها تنادي بإسقاط مرسي وإسقاط حكم المرسي. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة. ولأول مرة بعد ثورة 25 يناير يخرج الشعب مع الجيش والشرطة وهم يرددون: نموت نموت ويحيى الوطن. ليخرج بعد ذلك الفريق أول عبد الفتاح السيسي ملقيا بيانه إلى الأمة، ومع قرار القوات المسلحة بانتخابات رئاسية مبكرة وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا لمصر في الفترة الانتقالية، انطلقت الإعلام ترفرف في سماء الوطن من جديد ويكتب شهادة وفاة الإخوان. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا. يكتب شهادة وفاة الإخوان. وانهدم الجدار العازل الذي صنعه الإخوان بين المسلمين والمسيحيين في مصر، بين جماعتهم وطوائف الشعب المصري المختلفة. واسترد الجيش المصري والشرطة هيبتهم من جديد، وانتشرت صور عبد الفتاح السيسي كقائد عام لكل المصريين من 30 يونيو. وكان الفيلم الذي صنعه خالد يوسف لجميع الشعب المصري وطوائفه المختلفة هو الأكثر مشاهدة على التلفزيونات المصرية والعربية وقنوات اليوتيوب. وكان الخطاب الثالث للمشير عبد الفتاح السيسي الذي دعا المصريين للنزول الجمعة لإعطاء الجيش والشرطة تفويضا بمواجهة العنف والإرهاب.